مستخلفات بتجيلنا احنا بنطلع منها جاكيت حضرتك شفتها ديت. بنبتدي الاول نجمع القماش جنب بعض ونقصه، وبعدين نبتدي بقى نجمعه مع بعضه ونبتدي نقص الظهر والصدر. ولو احنا هندخل حاجات في بعض بندخلها بشكل متناسق على اساس في النهايه هي ما تبقاش باينه، اللي دي قصايص في الاخر. هدفنا ان احنا نساعد الستات اللي هم المعلات، الجمعيه هنا هدفها كده. بيجوا هنا هم يعني اللي حتى اللي مش متعلم الخط احنا بنوريهم، هم كل اللي بيعملوه بيشبكوني بس، يعني هم بيجوا بيشبكوا الحتت بنوريهم هم بيشبكوها ازاي، وفي فيهم فاهم وعارف بيجوا بيشبك في النهايه بيقف على القص، يعني انا بقصه وبجمعه في النهايه، لكن التجميع هم كله في الاول وفي الاخر هم. يعني انا كل القص وتقفيله في النهايه. مجلس القومي جاب لنا برده المكن ده، هدفه برده اللي هو يساعد الستات المعلات، يعني برده يشكروا كتر خيرهم برده. وبنروح نعرض عندهم برده المنتجات بتاعتنا دي هناك في المعرض بتاعهم هناك. يعني شكل بيتنا حسب برده مقاسه، بنطلعه ب 30 ب 50 حسب مقاسه. الحاجات دي كانت في المخلفات، واللي هو رايح شايلها عربيات الكمامه ديت، رايحه شايله الحاجه ديت اللي هي ترميها على الكم بتاع الكمامه، خلاص دي مخلفات مش نافعه تاني. يعني هي جات لنا هنا بقى الحاجه ديت، قبل سعيده قابلته وقالت له لا انا هعمل منها حاجه، لا هتعملي منها ايه؟ قالت له لا انا هعمل منها حاجه. يعني حتى ما خدنا حبه قصايص معانا المجلس القومي هناك، قالوا لا انت هتعملوا منها ايه؟ حبه قبل سعيده، ولا لا انت هتطلعي من دي ايه؟ مش هتطلعي منها حاجه. فجينا فعلا طلعنا منها الحاجات اللي حضرتكم دي شايفينها، اجمل حاجه طلعناها كله بقى منبهر هناك. الجواكت وعملنا منها اللي هي المقالب وشنط الميك اب، وعملنا منها مرتبه البيبي وحول بحافظه الببرونه، عملنا منها تشكيلات جامده كبيره جدا. انا ست مصريه عاديه، جوزي صنايعي يوميا. فانا تعرفت بقبلة سعيده، جت في مره قالت لي انا عندي شغل، انا كنت وانا بنت شغاله في مصنع وعندي فكره عن المكان وبعرف اقعد عليه. فجيت هنا المكان وقالت لي ان احنا يعني بنساعد المراه المعينه تبع المجلس القومي للمراه، وبدل ما تمدي ايدك او ان انت تحتاجي حاجه من حد انت هتشتغلي وهتنتجي وهتاخدي فلوس. فجيت وتعرفت عليهم هنا فعلا وبدات معاهم. كمامات كنت بشتغل معاهم، ملايات زي كده تيجي اشتغل معاهم، جواكت اللي هي المخلفات اللي اتكلمت عليها ام هشام كنا برضو نيجي وبنجمع مع بعض وبنطلع في الاخر حاجه كويسه بس. والمكان هنا كويس وفعلا ساعات كتير قوي لما بتتصل عليا قبل ساعات تقولي في شغل، ببقى انا محتاجه لها دي حقيقه. بنعمل حاجات كويسه باسعار كويسه بتساعد الناس وبتساعدنا احنا، يعني بتساعدنا احنا كشغالين في المكان وبتساعد الناس اللي هي بتشتريها باسعار رمزيه وباسعار كويسه، يعني من الناحيتين.